انتوا اذا تلاحظون مشاهدينا انه الاستوديو مليان باللون الاحمر وبالزينه الجميله. وطبعا اشكر معد البرنامج الاستاذ كريم على هاي الشموع اللي هدانا اياها بالحلقه من صنع ايده. و أكيد هانتي رح ناخذ الشموع بعد الحلقة. اكيد رح ناخذها اليوم. هاي الحلقة مخصصة مشاهدينا على الفالنتاين وهو عيد الحب. أكيد العيد الحب، مثل ما قال الفنان الراحل وديع الصافي، الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا وأكبر، وعليهم اتعمر أساس الكون. أيا نبي بالحب ما بشر، وعم تسألي شو الحب يا أسمر؟ الحب يعني الكون، الحب يعني الناس، الحب يعني أنا وأنتي، الحب يعني الوفاء والصدق والإخلاص، وعليه تكونتي. عن جد الكلمات جدا رائعة. صح نحن ما يعني هنا نحن عم نسمع الأغنية دائما بس ما بنحفظ الكلمات بسبب كل فترة وفترة الواحد بيسمع الأغاني. وطبعا وضع الصافي ما بيطلع من القلب، ما بيطلع من يعني هو من جيل لجيل ضل أغاني ببالنا، وكل كل كلمة هي معبرة عن معنى كتير كبيرة. طبعا أكيد هاندرين، وحتى حلقتنا تكون مثمرة نستقبل ويانا بالاستوديو ضيفنا الفنان الزيرك محمد أمين، مدير معهد الفنون الجميلة في أربيل، اللي راح يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم، ضيف حلقة الفالنتاين. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك سيد زيرك. أسمع لغة الحبايب، أشكال الوان، اثنين اثنين الحبايب يا غلانا، شايل ورد بالإيد صارت، شايل ورد بإيدي وهنيت الكل، لك وين الدنيا مغيب، أعرف وين. عيدو حب هاي الليل الناس معيدي، لو انت وياي الليل عيد بعيدي. اسف شوي كلمات غلطت بي، بس هو الله عاشت صوتك، عاشت ايدك، عاشت ايدك صوتك، جدا جميل. اخذك لعالم ثاني صح؟ طبعا بداية ارحب بك مرة ثانية واقول لك، انت يعني اليوم بالفالنتاين شنو هو شعورك؟ ممكن تحكي لنا شنو المختلف عن باقي الايام يمك؟ اول شيء خاصة عايد زوجتي الحبيبة، الله يحفظ لك اياها يا رب، الله يخليك، وعايد الحبايب اللي داير مدايري، اصدقائي وحبايب وعايد كل المحبين واللي يتمنون يكونون ورده بهذا اليوم، يعني يكونون ورده حمراء بهذا اليوم. نعم. وان شاء الله كلهم يعني هيك شيء نتمنى لهم، بان يعني يكونون دائما ورده. وإن شاء الله الحبايب دائما يتلاقون بالفرح مو بالحزن إن شاء الله. أكيد سيد زيرك، ونحن كمان اليوم مجهزين لك الشموع الأحمر، وبس لك للمشاهدين ولزوجتك ولنا كلياتنا. أشكركم وأشكركم. سيد زيرك، خلينا نبدأ بالأغاني. ليه برأيك أغاني الحب هي الأغاني الطاغية بكل أنحاء العالم؟ باقي أنواع من الأغاني الحماسية أو الوجداني أو حتى الاجتماعي مو مثل أغاني الحب، يعني شو الفرق بيناتهم؟ ليش هذا مثلا دائما يعني تشوف أنه العالم مهتمين بالأغاني الرومانسية مو مهتمين بأغاني التانية؟ تفضل.
هو الأغنية الرومانسية يختلف مع أغاني الحب، لأن أكو أغاني بها إيقاع سريع وهم يحكي عن الحب، بس الأغاني اللي يجرح هو هذا اللي يأثر على الإنسان طبعا أكيد. وأغاني أكو أغاني حب يحكي عن الحب بس هو يفرح. ففي نوعين يعني مثل ما حكينا عن يعني هاي الأغاني دائما يعني يكون مؤثرة أكثر شيء اللي يكون دائما سلو. فهذا اللي مجروح بالحب هو يسمع هاي الأغاني. واللي يعني حياته مفرحة يسمع هذين الأغاني اللي باقي اللي هو يفرح القلب يعني. طيب بما أنك تعرف ليه المجروح دائما بيسمع هيك أغاني؟ مريت بهاي الحالة يعني؟ أكيد طبعا يعني ما إذا إنسان ما يحب يعني ما عنده شعور أكيد يعني احترامي يعني، بس يعني الحب هو أهم شيء بالحياة يعني. إذا ما مريت بهذا المرحلة يعني خاصة الفنان يعني الفنان دائما يعني الحب يعني يحب مرأة أو يحب يعني، لأن أكو أنواع مثل ما حكينا يعني حب المرأة يختلف مع حب الوطن وحب الأم أو حب يعني المدينة اللي أنت عايش بيه. أكيد. أي فبس الحب اللي يعني يمكن يخص بالحبيبة فهذا الشيء يعني أكيد كلنا مارين بيها. الله يجمع إن شاء الله كل اثنين يحبون بعض يا رب. وعندي سؤال إلك أستاذ زيرك، بالنسبة للأغنية الكردية يعني هل لاقت صداها بالمجتمع غير الكردي، مثلا المجتمع العربي أو الدولي؟ يعني الأغنية الكردية كعامة أي في يعني أغنية الكردية طبعا هاي الفترة وهذا يعني يعني على العشر سنوات اللي راحت يعني تقريبا وأكثر دخلت الأغنية الكردية يعني بالوطن العربي وهذا عن طريق برامج مسابقات The Voice Arab Idol أو غير برامج يعني. فهذا البرامج يعني صراحة يعني شجع المغنيين ساعد الفنانين الأكراد بأن يدخلوا بهذا المجال، وإلا كان يعني كان قبل يعني هم داخلين بالعالم يعني في مغنيين يغنون عن طريق السوشيال ميديا سيد زيرة؟ مو شرط يعني عن طريق لايف يعني الغناء اللايف يعني أو يسموها لايف ميوزك. يعني أكو حفلات مغنيين مشهورين كانوا يسموها يعني يسووها بمدن أخرى بأوروبا أو أمريكا وهيك يعني أشياء. بما أننا نحن عم نحكي عن العالم العربي صار العالم العربي وخاصة العراق يعني يعرفوا أغنية نرجس نرجس. يعني برأيك الفنان دلشاد محمد سعيد عرف كيف يروج الأغنية؟ هو يعني أكيد يعني إحنا ما نقدر نقيم يعني فن أستاذ دلشاد، لأن هو ما شاء الله عليه هو من يعني من بدايته من دخوله للفن يعني مبدع لحد الآن يعني مستمر بالإبداع ماله. بس أغنية نرجس نرجس يعني قبل ما كان أكو غير أغاني يعني كان أغاني يعني محددة يعني هي شرائط بالقناة العراقية أو قناة يعني الكردية بالعراق ذاك الوقت. بس يعني أكثر شيء اشتهر هذا الأغنية لأن كانوا العرب يعني يحبوها أكثر من الأكراد طبعا أكيد. العربي اللي عايش ببغداد أو بغير مدينة دائما يغني الأغنية الكردية هو هذا نرجس نرجس. ليه ما تكرر مع أغنية تانية يعني ليه بالضبط نرجس نرجس يعني؟ أي مو مثل يعني قلنا يعني لأن أغنية نرجس نرجس كان مفرحة وذاك الوقت ما كان أكو أغاني غير يعني كان في أغاني بقية بس يعني محددة يعني مو كلش أغاني يعني مشهورة يعني بها. طيب سألتك زميلتي عن أغنية نرجس، أنا أريد أسألك عن الأفلام القديمة اللي بالستينات والسبعينات الأفلام الأبيض والأسود. طبعا هاي الأفلام كان من ضمنها العراقية بالتحديد يعني كانوا ينشرون أغاني كردية بيها. يعني برأيك هل هذا يدل على أنه إمكانية نشر الأغنية الكردية خارجيا؟ يعني إذا نحكي على الوسط الفني أو وسط الدرامي
يعني صراحة هذا مو اختصاصي، صح أنا متشارك يعني بتصوير يعني موسيقى تصويرية ومسوي يعني مؤلف تايتلات مال الأفلام بس أو مسلسلات، بس يعني هذا الشيء نقصد على أعرف نقصد على هذا الموضوع كان بكل فيلم يعني يضيفون أي هذا الموضوع يعني إذا مدخليها لأن كان العرب يعني أو عراق هو متكون من شعبين أو نوعين هو الكرد الأساسيين يعني طبعا مع احترامي للآشوريين والتركمان بس هم الأساسيين يعني هو كرد والعرب يعني إذا مدخليها قبل همينة يعني أغاني كردية أو أغنية كردية هذا كان تلطيف الجو بما أنه نحكي عم نحكي عن الأغاني الكردية يا ريت لو تسمعنا شيء من صوتك أغنية كردية لحتى نستمتع نحن كمان والمشاهدين عن الحب بالضبط يعني أنت تعرف أنه اليوم فالنتاين هجيرا شيا Le 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 de la la shiyaye dar de jiro ke femre vino ke navgulogiyaye le 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 navgulo دار جيرو كي خمر مينو كي طبعا هذا ما يحشي على الحبيب مباشرة بس يعني يشبه بالتين هجيرة بمنطقة بادينان يعني هجير يعني هنجير هنجير بالسوراني التين. يعني التين بالعربي عاشت ايدك وعاشت صوتك وخليك ويانا خلينا نحكي شوي عن الحب يعني برأيك انه الحب في العالم كله ضل بزاوية رومانسية ولا اخذ ابعاد تانية يعني بتصورك انت يعني الحب يعني مثل ما حكينا يعني الحب العاطفي يعني مع الحبيبة هذا يختلف وحب الوطن يعني يختلف بغير شيء يعني بغير طريق أو يعني إذا نحكي على حب العاطفي أو الحبيبة أكيد يعني الأسلوب حب المناطق الشرقية يختلف مع مناطق الغربية أو دول الغربية أو يعني بغير المجتمعات البقية لأن الحب بالدول الغربية اللي إحنا سامعين به وشايفين مرات يعني هونك يعني مسافرين الحب هناك يعني الحب هناك يعني مو لهالقوة اللي يمكن موجود يمكن الحب عندهم فترة معينة يعني لا يعني هم بالعكس إحنا الحب يمنا من الزوج ننساها لا يعني مع احترامي يعني أكثر شيء أكثر شيء يعني أكثر شيء من يكونون يعني مخطوبين او يكونون عندهم علاقه سوى يكون الحب اكثر يعني بس من يتزوجون يعني بعدين وراها يبدي شويه شويه يقل فبس بالعكس يعني بالدول الاوروبيه يبقى دائما يعني واضح يعني اكثر شيء بس هم بالنسبه لهم يعني الحب كبداية إلى نهاية يعني إذا نهاية الحياة مالتهم يعني بسيطة بالنسبة لهم إذا يعني ينفصلوا أو يروحون يعني كل واحد الحالة يعني سيد زيرك بما نحن عم نحكي عن الحب وأغاني الحب والفرق بين الغربي والشرقي قبل كانت الناس تقعد يعني تسمع قدام المذيعة أو راديو أغاني كلثوم عبد الحليم حافظ باقي الفنانين القدماء ولكن هلأ هذا الشيء ما ضل برأيك يعني ضل أم لا مو ما ضل يعني أكيد يعني أم كلثوم وعبد الحليم وفريدة طرش ويعني بقية الفنانين العمالقة يعني ما يموتون تماما هم الأساس يعني. أنا ما أقصد عن جيلنا نحن مو جيل جيلكم أنتوا أو مثلا جيل أباء والأمهات يعني جيل هلا يعني جيل اللي هسه يسمعون بي يعني أكيد بس يعني يقدموها بغير طريقة أو يقدمها مغني جديد يعني تماما أنا يعني بالنسبة إلي يعني دائما
يعني أسمع مغنيين جدد يعني يغنون عبد الوهاب أو يغنون يعني صح بالحفلات أقل شيء لأن هم أغانيهم طرب يعني ما يفيد بالحفلات يعني دائما البرنامج يعني الفنية بس برأيك زيد زيرك أنه بما أنه نحن عم نحكي عن تفاصيل برأيك الفنانين الجداد اللي هنا الجيل الجديد رغم أغانيهم حلوة بس ما بتضل بالبال مثل أغاني العمالقة هذول يعني الأغاني يسموهم أغاني فصلية يعني ويا الفصول يمشي يعني فصل الربيع يغني هذا المغني للفصل الجاي مين يعني ما يبقى أيوة. يعني مع الأسف يعني هذا الأغنية بهال الوضع أو بهذا الحياة اللي إحنا عايشين به يعني دائما بس التراث أو الأغنية التراثية يظل مستمر. برأيك الكلمات كمان عفو مريم برأيك كمان طبعا أكيد الكلمات ضايعة البساطة مال الكلمات يعني هو هذا يعني إلا تأثير يعني بساطة الكلمات للفهم يعني قبل ما إحنا كنا نحفظ أغنية أم كلثوم أو عبد الحليم كنا ندور على يعني الكلمات اللي ما نعرف بيها شنو معناها أصلا يعني طبعاً. حتى ندخل بالموضوع أو بالشعر كان يراد منه وقت يعني. بس هسه انت تسمع الاغنيه راسا تحفظها يعني طيب. بساطه اللحن وبساطه الشعر يعني برايك استاذ زيرك يعني ايقاع الحياه السريع اللي دا نعيشه حاليا يعني من كل شيء من ناحيه مرض من ناحيه حروب من ناحيه كل شيء دا يسرع بالدنيا فبرايك هل سرع مساله المشاعر يعني أعتقد الواحد بعد ما ظل نفس يعني لا على بعد لا على هجران لا على خلاص الروح ما بعد ما بيها يعني هو مع الأسف تطور العلمي أو تطور الإلكتروني يعني وصل المرحلة الإنسان يعني محترامي يعني الشعور ما لا قل مثل الآلة يعني مثل ما هسه الحالة الاجتماعية ما باقي أكيد يعني أنت لحد ما تشوفين كمثال تشوفين أختك قبل كنتي دائما يعني كنتوا دائما سوا اكيد هسه ما تشوفه شهر او اسبوع واني هم نفس الشيء يعني يعني تحياتي من انا الام الحبيبه بس صار لي تقريبا اسبوع 10 ايام اني ما شايف امي ما رايح عليها من كثره الشغل ومع الاسف الموبايل او الالكترونيات خلانا هيك يعني نصير يعني عن طريق موبايل نخابر على امك وعن طريق موبايل تخابر على اعز ناس من عندك يعني ما يحتاج انت هيك تفكر بان ما يحتاج تروح لبعد بس هذا مو صح يعني صراحة يعني الحالة الاجتماعية هو إلى دور يعني او سوشيال ميديا إلى دور بان يقل هذا العواطف والشعور والمحبة بين يعني الانسان طيب سيد زيرك رح أسألك سؤال سؤال مختلف جدا عن باقي الأسئلة أنه أنت تعرف بأنه العالم صار ترتبط عن طريق يعني مثلا الماديات عرفت قبل قبل لما الشاب كان يصارح البنت بيخططوا للمستقبل بيخططوا للمشاعر الغزل الرسائل الحب هلأ بهالزمن برأيك أنت كسيد زيرك برأيك هالزمن يعني صاروا الناس تتوجه للماديات في مادية في حب ما في مادية ما في حب لا بالعكس الماديات ما إلى دور يعني بالحب إذا يكون حب صادق فالآن مثل ما حكينا يعني الحب ما ينقاس بالمادة وما ينقاس بالحياة يعني هو الحب بين شخصين ويعني هذا الحب يعني مثل ما قلنا ما ينقاس بالمادة أو الفلوس بس يعني مع الأسف يعني هسه صاير موديل إذا أنت أني كشاب أو أي شاب يقدم على بنت أو يريد يتزوج يطلبون من عنده ما شاء الله يعني كتير قوامة دفاتر وذهب هذا السبب يعني أكيد يعني مع احترامي لل يعني المرأة أو البنية هذا بيع مو تمام. يعني حياة يعني هذا يعني مثل ما أنت تروح هذا مو حب هذا مصلحة طبعا مصلحة يعني طيب. ما إلى دور بالحياة هذا يعني هل ضل يعني في مادية في حب ما في مادية ما في حب يعني أنا من تزوجت قدمت يعني. على
زوجتي الحبيبة يعني قالوا احنا نهدي لك اياه. يعني ما طلبوا شيء من عندي يعني. حلو. وهذا الهدية يعني أغلى هدية يعني أنا. مو بس أنت، حتى أنا كمان. أستاذ كريم يسمعني يقول يعني. أكيد يعني إنه كل الناس تحب تنحب يعني. الواحد ما بيحكي الواحد ما بيحكي مو أستاذ كريم. الموعد. يمكن يعني الواحد لما بيحكي عن الحب يعني يمكن إنه ما حدا بيعرف على الثاني، ولكن إذا بيحب لسنين كمان ويجي يتقدم الشاب للبنت، يمكن بسبب هالحب، بسبب الحفاظ على العشرة أو السنين اللي كانوا بعض، الأهل بيحترموا هالحب، بيقولوا مثلا بنتي إلك طيب. انت براحتك تحب جهازة تحب يعني لا. انت اللي تختارين واحنا اللي نختار لك يعني. فلهذا الفكرة يعني، هذا الفكرة طبعا يعني كلش ضرورية، لان يعني البنت من تختار، بس يعني ترى هذا هم بيها سلبيات يعني. تمام. البنية من تحب شخص، فيمكن هذا الشخص يعني من وراء حبه الزايد إله ما يشوف عيوبه. أكيد طبعا. فهذا الشيء أمينة إله سلبيات يعني. مرات أنت تحب شخص بس هو واحد يعني مع الأسف. لا بالعكس، يعني البنت لازم تكون فخورة. لا مو قضية فخور يعني. أكو مرات أنت تحب شخص فكوجه أو كفيس يعني أنت تشوفه كإنسان كلش يعني مؤدب ومحترم، ويعني مو يعني حشا مو كلاوتشي او مو يسوي كلاوات معك، بس تمام. بعدين بالصفه او بالعمل يعني تشوفه غير انسان يعني، لان طيب. على مود هذا يقول لا تقيم الناس بوجوههم يعني. الله صح. فهذا يعني حتى بالحب يعني طيب. تطبق هذا الموضوع. استاذ زيرك، بالنسبه للاغاني قبل كانت الاغاني كلها شجن وكلمات عاطفيه ويعني مليئه بالرومانسيه، هسه حتى يعني الاغاني تحسها مختلفه. اكو اغاني عن اغاني رومانسيه واغاني عن الحب، بس اغلب الاغاني بين المحبين صايره ما اعرف عبالك معركه هيك شيء. هو يعني مثل ما حكينا يعني الأغنية قبل كان يعني برأيك ليش هالاختلاف يعني؟ يعني أنا صاير أنا أحكي لك عن طريق يعني عن طريق التجربة مالتي يعني. أنا كان عندي استوديو تقريبا 20 سنة كنت أشتغل بمجال الصوتي أو تسجيل الأغاني. فويس أوفر. يعني تطور وصل للأغنية بأن يكون التنفيذ الصوتي همينة كلش سهل. يعني ما يتعب الإنسان أو ما يتعب المغني لحد ما يسجل أغنية. يعني حتى يعني إحنا قبل بدنا نحكي على قبل 15-20 سنة، بس هسه ليش سديت الاستوديو؟ لأن هسه صاير عن طريق الموبايل الذكي يقدر يسجل وكل يسجل ويصور نفس الأغنية مالته يعني. فهذا الشيء يعني حتى نزل الكواليتي مال الصوت ومال الموسيقى ونزلها بأن بطريقة الناس ما بيها حيل أصلا يسمع الأغاني تماما يعني. قاعدة حلوة هيجي يسجل أغنية ويا العازف وهو لا صارف دينار على الموسيقى ولا على الكليب ماله. فصار الموديل يعني مع الأسف يعني بهيجي طريقة. قبل عفوا قبل كان يعني أكيد يعني سامعين بيها بأن أم كلثوم لحد ما كان يغني أغنية بش يعني شهور كانوا يتمرنون عليه حتى يحضروها ويقدموها بالمسرح. سيد زيرك، اكيد رح نرجع نكفي حوارنا بالقصص الحب والاغاني. استاذ زيرك، بالنسبه للاغنيه العراقيه وخصوصا الاغاني الجنوب خلينا نقول، طبعا هي تتمتع بشجن حزين، شنو يعني برايك ليش؟ أنا ما أحكي يعني هذا الفكرة اللي واصل لكم يعني مع احترامي، هذا مو خاطئ يعني، يعني ستاندر. أكو مقامات يعني يخليك تكون حزين، وأكو مقامات يكون عندك إنرجي بالحياة. يعني القصد بس إنه هم يستعملون هذا المقام حزين عليها. لا يعني هم يستعملون هذا المقام اللي يجرح أكثر شيء يعني، يكون دائما مجرح. مثل مقام صبا دائما يخليك يعني بتشيك او يوصلك المرحله بان تكون دائما حزين. بس اكو مقامات غير يعني كميلودي نسميها احنا
مقامات، يعني عندنا كم مقام، اكو مقام يفرح. يعني اني هذا الفكره ليش احكي لك اياها؟ لان اني عندي تجربه، او اكيد الناس كلها سامعين بهذا الشيء. يعني العجم، مقام العجم يخليك تكون دائما فرح او دائما نشيط بالحياه. نهاوانت هم نفس الشيء. البيات والرست يخلوك دائما تكون طرب. نعم. يعني هاي المقامات يختلف واحد عن الثاني. يعني مثل ما قلنا، يعني الصبا دائما يخليك انت تكون حزين، بس ما نقول ماكو مقام يعني او اغنيه على مقام، بس غير مقام يعني في تعقيب على هذا الموضوع عليها. اكيد ايه، في تعقيب على هذا الموضوع. وحتى مريم يعني الاغنيه العراقيه صارت مطلوبه كثير وبهالايام، وانت بتعرف حتى الفنانين الستار صاروا بيغني اغاني العراقيه. طبعا يعني طبعاً. ليش عم بيغنوا اغاني العراقيه؟ شو يمكن الكلمات او يمكن اللحن؟ هو شو هو اللي بيميز عن باقي اللهجات؟ اللهجة العراقية اصلا هو حلو، يعني لهجة فنية تماما. يعني اكو لغات يعني يكون خشن، يعني مع احترامي للتونسيين او المغربيين، يعني من يحشو لك يعني او يحشون معك، يعني دائما يعني تشوفه يهددك، بس هم اسلوب الحكي مالتهم يعني، او الفونتيك مالتهم يجي. بس اللغة العراقية مثل اللغة المصرية، يعني انت تشوف اللغة يعني مصرية. الأغاني المصرية مشهورة والأغاني العراقية مشهورة، حتى باقي الباقي يعني الفونتيك والأسلوب الحكي والنوعية. نعم. الحكي مالتهم يعني، أو اللهجة المال يعني مال العراق ومصر، يعني دائما فني أكثر شيء. يعني في إحساس أكثر، بيعطيك الفن يعني بيشوفك الفن أكثر، يعني بيعطيك الهدوء. فهذا الشيء يعني أنا أشوفه يعني كقناعتي يعني. طيب. بس أكو ميلودياتها من يأثر، وكلمات أكو يأثر يعني معبرة أكثر، مثل ما يغنيها فد مغني يعني محترامي، أكو غير دول يغني لك على فد موضوع يعني تافه. طيب. بس الأغنية العراقية ماكو يجي يعني. طيب شنو برأيك مواصفات الأغنية الناجحة؟ بالمراحل مراحل الحياة كل أغنية يختلف، أو كل مرحلة يختلف على الأغنية الناجحة. مع يعني الأسف مثلاً هذا الفترة الأغنية الناجحة اللي يكون عنده فيور زايد. يعني مثلاً أغنية الغزالة راية من تشلت حالياً. كنت عم غنيها. لا أنا قلت لك يعني. يعني هاي الأغنية المصرية برأيك تستحق كل هذا يعني النجاح؟ أنا قلت لك يعني بأن التقييم هسه صاير عن طريق الفيور. شقد عنده فيور؟ هذا تقييم غلط. يعني شقد يدخل بين الناس، هذا شيء له دور. بس يعني حتى ويا الغناء والبساطة الكلام مثل ما حكينا، او بساطة اللحن، هذا مع الاسف هسه يدخل بين الناس اكثر. احتمال ينطفئ يغنيها هم ما يبقى يعني ما يستمر، مثل ما حكينا عنه هذا اغنية فصلية ما يطول فصل او فصلين يعني. تماما. ايه تماما. يعني برأيك هيك أغاني تعمر في أسماء الناس؟ يعني تعمر يعني تعمر في أسماء الناس؟ يعني على يا أغنية يعني. يعني مثلا خلينا نحكي بالأغاني العراقية مثل أغنية عبود وبرتقالة والمشمشة. يعني أكيد يعني هاي الأغاني لأن تراث عراقي. يعني صح البرتقالة. يعني مو أغنية بأن من تراث العراقي طبعا. بس قريبة من اللحن من الأغاني، مثل ما خالة يا خالة. حلو، غنينا وقتها منها. لا والله ما حافظ، بس يعني وقتها صغير. خالة شلون بي ما دريتي، ما لومش يا خالة ش ما حشيتي. هي اول مره اسمعها صراحه، حبيتها. لا حلوه والله. يعني قصدي هذا الاغاني الشعبيه العراقيه يعني لها دور بتطوير او يعني تجميل الاغاني البقيه مال يعني اكثر الاغاني العراقيه القديمه، او الشالغي بغدادي، او يعني هو صح يعني هذا اساس مال الفن العراقي، وخاصه من منطقه بغداد. يعني بغداد هو مركز الاساسي لتطوير الثقافه العراقيه ولتطوير يعني ثقافه الفنيه والموسيقيه. صح البقيه يعني ما نقدر ننهيهم، بس يعني الدور الرئيسي كان يعني أنا ككردي ما أحكي على كردستان، تمام. أحكي على بغداد. يعني نتذكر بأن قبل كان
يسموها يعني دبي كان يتمنى بيكون ثقافته وتطورها مثل العراق وهسه صار دبي شلونه واحنا بعدنا ما شاء الله يعني طيب. بالخراب قاعدين. خليك ويا انا شيء من اغاني العراقيه التراثيه اللي انت من شوي كنت عم تغني. انا قدمت لكم مجموعه اغاني عراقيه ويا اغنيه كردي او مجموعه اغاني كرديه هلو. يكون من سوران واذا بادي يا ريت يعني. نديها باغنيه مال الناظم الغزالي. ناظم الغزالي. وقلنا خلف يابا فوق النخل ما ادري لا مع خدك يابا ما ادري القمر فوق والله ما اريد باليني بلوى دادي لنك بهجنا بهجنا لو كري صابا بخابنا بخابنا لو تو سترانا بدم قبلت بلورنا لو بجابا بترابنا بيريننا لو هاي نارينا هاي ناري هاي نارين هاي نارين نارين شيعي دلارين دلارين أم هاتي انت بخازي هاي ناري هاي نارين أم هاتي انت بخازي دلاري دلاري تجلي بابات خازي أي ناري أي ناري تجلي بابات خازي دلاري دلاري ورا قربان رامي ضلا شتت كردم ورا قربان ورا قربان رامي ضلا شتت كردم ورا قربان أقلت بردم وشيت بردم ستام برجم ورا قربان شتت كردم وشيت بردم ستام برجم ورا قربان الله الله شكرا كثير لك يا ريت لا تستمر اكثر يا ريت ما تخلص الحلقه قصتنا بهالحلقه وهالفقره بالاخص مع سيد زيرك وايضا زميلتي مريم وراح نختم الفقره مع سيد زيرك. سيد زيرك نتشكرك كثير بتواجدك اليوم معنا سيد مدير معهد فنون جميله باقليم كردستان. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. شكرا لك استاذ زيرك. مشاهدينا طبعا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. راح ننهي الحلقة وختامها مسك مع الاستاذ زيرك. راح نسمع أغنية من عنده. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يا مالي الشام ويلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مالي الشام ويلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي طال المطال طال طول لا بيتغير ولا بتحول طال المطال طال طول لا بيتغير ولا بتحول مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني حتى
حتى نعيد الزمن الأول، مشتاق لك يا نور عيوني، حتى نعيد الزمن الأول. طال المطال يا حلوة تعالي.